واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إسماعيل واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين
ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا صلوا على محمد وآل محمد. ومع تلاوة عطرة زاكية طيبة لتكون مسك ختام محفلنا القرآني ضمن فعاليات مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي بنسخته 15، ومع القارئ حمدي راشد قارئ الإذاعة